أهلا بكم كل حسب مقامه جميعا. قبل أكثر من 100 عام أمر بإنشاء شارع النجف وشارع الثقافة في الموصل لكي يقول أن الموصل رغم كل ما مرت به إلا أن مثقفيها ما زالوا موجودين. أقدم شكري وامتناني لما قدمتوه لمدينتكم الجميلة، تلك المدينة التي عانت ويلات المعارك. جئت من بغداد نيابة عن السيد الوزير والذي يأمل أن نقدم نحن في الوزارة ما نستطيع أن نقدمه للثقافة والآثار والتراث والسياحة في مدينة الموصل. لو تلاحظون هذه المنطقة القديمة، يعني عملنا مع الدوائر وخاصة البلدية على إحيائها، وعاقدين العزم أنه رجح أفضل مما كان. وأيضا ناقشت مهمة سبب عدم إعادته هو إحنا كانت أموال مخصصة إليه، ولكن هذا السوق تراثي إلى تصميم خاص. ارتأت البلدية أنه لابد أن يرجع على الطراز ليحافظ على التراث هذا السوق، ولذلك هذا التعاون بين البلدية بين جامعة الموصل بين الشباب بين الجامعات العالمية في سبيل وضع تصميم يحافظ على روح هذا السوق التراثي، وبعد ذلك راح نشرع إن شاء الله ببناء. احنا يعني اكو اماكن تم اعادتها، يعني مثلا جامع النوري، الكنائس، هذه الشغل مستمر بيها، لكن هذه شغلات بيها روح تراثية وتاريخ لا يمكن يعمها الإعمار بسرعة دون الحفاظ على روحها التراثية. هو هذا سبب التأخير اللي يصير. احنا من هذا المكان الوقف السني مقصر إلى درجة كبيرة بالاهتمام بأملاكه في محافظة نينوى بعمومها وخاصة مدينة الموصل والمنطقة القديمة. لحد الآن الاستثمار بالوقف السني تارك عماراته عليها آثار الحرب والقتال ومشوها منظر المدينة وتأثر على الإعمار. في مبادرة من جامعة الموصل وبالتعاون مع بلدية محافظة نينوى، اليوم هو بدء مشروع إعادة الحياة إلى شارع النجفي. هذا المشروع سوقت له جامعة الموصل مع جامعات عالمية، هي جامعة دورتموند الألمانية وكراز النمساوية، بمسابقة طلابية اشترك بها طلبة من الجامعة وطلبة أيضا من جامعة دورتموند وكراز، واليوم هو انطلاق هذا المشروع. سيتم عرض المشاريع التي قدمت من قبل الطلبة للحصول الموافقة عليها. Since 2016, Dortmund University and Graz University. عام 2016 جامعة النمساوية وجامعة دورتموند تقدم دعم وباشرت في هذا النوع من المؤتمرات وتنظيم هذه الفعاليات، وتم تدريب تقريبا 3000 طالب وطالبة، ونتمنى أن يزوروا جامعة دورتموند لمناقشة ومشاورة بعض الأمور الأكاديمية والعلمية والمنهجية، ونأمل أن توضع ويتم تطوير استراتيجيات والآليات لإعادة إحياء هذا الشارع بالتعاون مع كل الجهات الساندة. تطلق جامعة الموصل اليوم المسابقة العالمية لعودة شارع النجفي بالاشتراك مع رصيف الكتب وتراث الموصل و منتدى شارع النجفي، وبالتعاون مع جامعتي غراز النمساوية ودورتموند الألمانية. أهمية هذا الحدث ينطلق من أهمية الشارع كونه الشارع المرتبط بالهوية المدينة الثقافية. كان الاهتمام كبير جدا من قبل بلدية الموصل ومحافظة نينوى في الاهتمام بهذا الحدث الكبير. سوف يكون هنالك مهرجان كبير لإعداد وعرض التصاميم الأولية التي أعدها طلاب قسم هندسة العمارة في جامعة الموصل وهندسة العمارة في جامعتي دورتموند الألمانية وغراز النمساوية لعرض نتاجاتهم وتصاميمهم الأولية لإحياء هذا
الشارع. اليوم وفي شارع النجفي الذي يمثل الصورة الحضارية والثقافية لمدينة الموصل تقام مؤتمر لإطلاق مسابقة على مستوى عالمي لإعادة إحياء هذا الشارع بتصميم حضري. تطلق هذه المبادرة جامعة الموصل وبرعاية بلدية الموصل وبشراكة مع مؤسسة تراث الموصل ورصيف الكتب الذي يعمل منذ سنتين أو أكثر على إحياء هذا الشارع، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الموصل.